بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر، اهلا وسهلا بكم. يلا نزرع بطاطس، يلا نزرع بطاطس، ونزرع بطاطس تنقيط في العبدالي في الكويت. اهلا بكم. البطاطس زي ما حضرتكم شايفين احنا زرعينها اهيت، بس احنا بنتفرج الاول على الزراعه وهنقول احنا ليه بنعمل كده. تمام، والشباب شغالين هم بيحفروا، وبعد كده شباب تاني بيزرع، وبعد كده بعض الشباب بيردم وراهم. تمام، اول حاجه بنجهز الارض للزراعه. تجهيز الارض للزراعه، كل واحد يضرب ارضه، واهل مكه اضرب بشعابها زي ما قالوا السلف. فكل واحد اضرب ارضه. الارض بتاعتك الخصوبه بتاعتها عاليه، يبقى حاول تخف في التغذيه شويه. عارف ارض جديده او ارض فيها مشاكل، ياريت تقدر تعالجها قبل ما تبدا تفكر تزرع بطاطس. تمام، الاراضي البطاطس طبعا الاراضي الحجريه ما بتنفعش فيها، الاراضي الكلسيه ابعد عنها خالص، الاراضي الطفله يا ريت ما تحاولش حتى تفكر فيها. تمام، دول الثلاثه مستبعدين. اراضي الطمييه زي الدلتا عندنا في مصر اهلا وسهلا، الاراضي الرمليه المفككه اهلا وسهلا بيها، الاراضي الحمراء او اللي فيها نسبه عاليه من اكاسيد الحديد مفيش اي مشكل خالص، توكل على الله، زي الارض بتاعت سوريا. تمام، يعني بشوفها على طول. التجهيز بتاعك، مادة العضوية بتاعتنا زي ما قلنا قبل كده، تحط بقى زي ما انت عايز تحط، تحط 10 طن كومبوست، تحط 15، مفيش اي مشكل خالص حسب خصوبة الارض عندك. المادة الكيماويات المعدنية اللي هي السوبر والسوبر فوسفات والبوتاسيوم المحبب وسلفات الامونيا او سلفات النشادر، مفيش مشكلة. لو هتحط ممكن تحط 100 كيلو من سلفات الأمونيا و100 كيلو من البوتاسيوم المحبب. طبعا نظرا للغلو هنحط 50 و50، زي ما تقول يعني على قدرتك تقدر تعمل المقدرة بتاعتك المادية تقدر تحط يعني. تمام، وبتحط لك حوالي ما يقلش عن 4 كيس 50 كيلو أو 200 كيلو سوبر فوسفات أحادي، وياريت يكون نسبة عالية بتاعتي وليكن 15%. تمام الجماعة اخواننا الخليج يعني ممكن تحطوا 15 15، غير اللي انا بقوله، وممكن اخواننا السعوديين يحطوا البوتاسيوم المحبب، بس مع انك تحط يعني بوتاسيوم محبب ممكن تحط 100 كيلو للفدان. تمام، او ممكن تحط 50 كيلو للفدان، بس تحط الداب بتاعك لا يقل عن، وده افضل مركب على فكرة انا اشتغلت بيه، الداب اللي هو 18-44-0 المحبب، وده بتنتجه شركة سابك السعودية، حاجة محترمة جدا يعني. تمام، تقدر تحط منه مش اقل من 100 كيلو للفدان، هتلاقي الامور عندك مع البوتاسيوم هتلاقي الامور عندك تمام التمام. تمام، تحرت الارض بتاعتك كويس، ولما تحرت الارض بتاعتك كويس هتبدأ تعمل لها عملية التسوية، او اذا كانها او هتدخل بيها بالعزاء اللي هي بتعمل تفتيت للتكتلات بتاعت التربة، سميها زي ما تسميها، او فرامة او اي حاجة. المهم يعني تمام، بتبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، هو بيتمد الخراطيم بتاعتك، وبتبدأ تعمل الخراطيم بتاعتك او الهواز بتاعتك. الهوز بيبقى انا بفضل ال20 سنتي يا جماعة، ال20 سنتي، لان دي بطاطس يعني غزيرة، مش هزرع طماطم انا على ال50 سنتي ولا الكلام ده كله. ازرع على ال20 سنتي، المسافة بين الخط وبين الخط هتكون 90 سنتي. ليه 90 سنتي؟ للسندر العالمي يا حبيبي بيقول لازم تكون 90 سنتي. 90 سنتي عشان البلانتر اللي بنزرع بيه، وخصوصا الاجهزه اللي هي الاجهزه الاستراكتورال الهولندي، البلانتر الهولندي ده ماشي، اللي هو ده بيبقى الخطين بتوعه كل خط بينه وبين التاني 90 سنتي. 90 سنتي. تمام، لو قلنا 90 و90 هو 180 بشق هو المصطبة نصين. انا ما عليا هنا، انا عامل 90 سنتي، عايز تعمل انت 75 اعمل، عايز تعمل 80 اعمل، فيش اي مشكل خالص زي ما يكون. المهم بتزرع، وبعد كده انا بخمر الارض زي ما انت شايف اهيت، وبعد كده بعد ما اخمر الارض بتاعتي ببدأ عملية الزراعة. ابدأ عملية الزراعة، قبل ما ابدأ عملية الزراعة بحاول التقاوي بتاعتي، احاول اعملها بالتوبسين، بحاول اعملها بالتوبسين. في ناس بتستخدم المكسيم، في ناس بتستخدم المنقط، في ناس بتستخدم الرزولك، زي ما انت عايز اعمل. تمام، وافضل انا المنقط مع الروزليكس، الاثنين فيهم مادتين فعالتين مختلفين، فيقدروا يشتغلوا على نطاق واسع من الفطريات بتاعه التربه. تمام، اذا كانت موجوده. تمام، بنبدا نزرع الزراعه بتاعتنا
زي ما حضرتك شايف اهوت. الرجاله بتحفر اهو، تحفر قدامك. البلانتر طبعا بيزرع لنا دايما بنقول من 12 ل 14 سنتي. الغطا بتاعي فوق فوق حبايه البطاطس بتاعتي يكون من 12 ل 14. الرجاله عندك بتحفر اهي، وبعد ما بتحفر بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هو تمام. بعد الحفر ما بتم بالطريقه ده هي، فيه الشباب التانيين بيبداوا عمليه الزراعه، بيبداوا الزراعه. طبعا بين المتر بنحط فيه كام زراعه؟ بنحط فيه 5 6 على حسب الحجم بتاع الدرنه. يعني قد المتر ممكن نحط فيه 4 لو عندك احجام الدرنات كبيره، كافي قوي 4. لو الدرنات عندك الحجم بتاعها صغير يبقى 5، لو صغير شويه يبقى 6، ممكن نوصل ل7 كمان في المتر. بين الواحده والواحده 15 او 14 سنتي تمام. اهو زي ما حضراتكم شايفين الشباب بتزرع اهو، وبعد كده هنردم عليها عادي خالص وهنبدا نحط ميه. الميه هنا بتبقى الخطوره بقى في الميه، هنا في الاجواء الحاره والميه كتير ممكن نسلق البطاطس بتاعتنا، ممكن البطاطس تتسلق. فعشان كده الري يبقى الفجر، يبقى الفجر تمام، او بالليل متاخر علشان الميه وهي نازله ما تكونش سخنه، مع التربه بتكون سخنه، الاثنين يعملوا دويتو مع بعض، هتكون النتيجه عسل انك انت هتسلق شويه البطاطس بتاعتك. طب لو اتسلقوا تعمل فيهم ايه؟ لو البطاطس اتسلقت تعمل فيها ايه؟ تطلعها تعمل شيبسي وتريح دماغك من الزرعه. وكل سنه انت طيب على كده، والله ما قصرت. فاهمني؟ فتاخد بالك من قصه الميه دي خالص، بدل ما تتسلق منك، بدل ما تتسلق منك بكررها تمام. الري يبقى بحساب، الميه تبقى يعني بحساب خالص خالص كمان، ما تبقاش كتيره، وفي نفس الوقت بيكون عندك الوقت بتاع الري برضه بيكون مهم تمام. الخط احنا زارعينه من كام يوم بس ما شاء الله كويس طالع، فاهمني. وبنردم على البطاطس بتاعتنا بالمنظر اللي انت شايفه ده اهو تمام. بعد ما بتبدا تطلع بنبدا كل خط يستقل مع نفسه، بحيث ان انا بعتبر البطاطسايه ديت فرخه بتبيض، لازم كلها عش عشان تطلع لي كتاكيت تمام صغير. فانا لسه هضم 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 تراب لحد ما يوصل ل 30 سنتي او 40 سنتي فوق. كل ما عملت عش كويس يا جماعه، كل كميه البيض بتاعت البطاطس ما كانت كويسه، وكانت احجامها كويسه، وكان الكواليتي بتاعها كمان كويس تمام. بنتابع مع بعض لحظه بلحظه زراعه البطاطس. لو في ناس مش فاهمه القصه ماشيه ازاي بالنسبه للجماعه بتوع البيفوتات، فدي طبعا انا اول مره طبعا ازرع كميه صغيره كده واشتغل على البيفوتات على طول. فنقول ونحكي في زراعه البطاطس البيفوتات زي ما انت عايز، وبفضل الله يعني وفضله وكرمه ومنه علينا ان انا الدكتوراه بتاعتي كانت في البطاطس وبنجر السكر. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.